استنى تخشوا شوية بس. مساء الفل. أنا بقى المرة دي من غير عربية ومن غير حاجة وماشي بستكشف وين الطريق. الله يسلمك سلوى أحمد. انا هفتشك النهارده. اي بي دي 819. ربنا يا رب يخليك وشكرا. يعني حاجه بتفتح النفس وحياه ربنا. مش مهم بقى الله في على يوطة. ايه ده؟ يا خراب كل دي أصوات. لا انا النهارده بعيد عن عبده خالص. شوف ايه ده. خبر ابيض. انت شكلك ايه؟ اخش ده ولا ايه ده؟ ايد يا رب. ايد استنى اخدها اطلع بره. مش عارف الا حاجه تقرص ولا حاجه تعمل لان البيت سقف واطي قوي. ايه دي؟ البيوت الاثريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. ايه ده؟ ايه ده؟
It's unhurried, easy. السلام على ايتي ايتي لدى عايز احطها لحاجة ايه ده ايتي بقى دي لمبة لمبة من بتوع زمان دول ولا ايه دي؟ اختي جميلة ايه دي؟ ده ايه دي جميلة اوي لا مفيش هنا حاجة الواحد يحط عليها يصورها عايز اصورها واضحة فعلا ايه دي؟ يا خبر ابيض ده انا صورت تحفه جميله لا نامي كده والنبي ايه ده يا جماعه دي اللمبه باين بتاعت زمان ولا ايه دي بس جديده يعني ولا الكيس ده كان حاميها بس جميله قوي 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 تحفه شكلها اللمبة فعلا بتاعت زمان بس شكلها حكاية وحق ربنا ايه رأيكم ايه دي بقى مش وناسة دي لمبة زمان اعرف ان في لمبة لمبة جاز باين مش عارف اسمها لمبة ايوه لمبة جاز تقريبا بس والمصحف انت عسل ايوه الحتة هنا اثرية موت طب اقعدي لنا هنا يا ست لمبة جميلة وحياة ربنا بس تحفة شكلها عسل قوي وحياة ربنا جماعة شيروا اللايف يا جماعة بس وحياة ربنا انت عايزة لك صورة ايه اثرية فعلا طب ما نرجع البيت ده نبص تاني بس حلوة 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 للصبح يعني شكلها ايه حاجة حكاية ملهاش حل طب اخدك على الشنطة كده مع السلامة ايه رأيكوا في دي والله طلعنا بحاجة من ال ارجع البيت ده بص تاني بس جميلة انا بعيد عن عبده خالص ومعيش عربية انا ماشي في السكة بس والله الحتة دي يعني ممكن اصور ابص طب ابص على البيت تاني هبص فيه لقيت كان فيه حلب حديد برضو كده انا مش مصدقك ده انت لو متنا ما نلاقيكيش دلوقتي بص البتاع اللي بيلف ده شكلها حكاية والله طيب انا هشيلها بس جميلة ايه رأيكم فيها عندنا واحدة في لندن يا ريت بس الطرق دي غريبة مفيش حد بيجي فيها ممكن تلاقي فيها بلاوي بس مش عارف الحتة اللي عند الساقية دي ابص عليها طب استنى البيت ده حتة ايه تدمير شامل يا خبر ابيض
سيبها هنا بيت تتات مكسرة كده يعني. اكتشافات دي والله. شيروا لنا يا جماعة اللايف عشان يعلى شوية. بس الحتت دي محدش بيجيها فعلا. مفيش بيوت تانية بس أنا فاكر هنا في بيوت كتير. طب ما نفتش في الأراضي كويس. أسماء شكرا يا أسماء والله ما بتحرمش يا أسماء والله. ايه أصوات الضفادع دي كلها؟ مهم اللايف عالي ولا واطي بقى. انا هصور النهارده اخر يوم واغيب يومين ثلاثه كده وارجع اصور يوم تاني ولا يومين. ايه دي؟ امير يحيى شكرا ما تحرمش. في حاجات هنا بس مش هننزل الميه طبعا. ده بيت ده ولا ايه ده؟ حاجة منورة دي ولا ايه؟ هنا عاملة كده دي. ثانية واحدة. ده شايف كيسة تانية جنبها. ايه دي؟ حلو جميل. تطلعي كده. المشكلة مش عارف اقف. حلوة قوي. ده البيت ده حلوة. حاجات أثرية. أنا هفتش أم الطريق ده 100 حتة.
وايدي بقى كمان. ايدي بقى سيدي، هي النت بتضعف ليه ولا البث قليل ليه؟ ثواني، النت ضعيفة ليه؟ بص يا جماعة لقيت ايه؟ بشرب ميه على بال ما اخش، قبل ما تخشوا معلش اشرب ميه ثواني. يعني هو ازازه الميه راحت فين؟ كويس اللي قطعت وادخل تاني عشان لو هتعلى. الله ينور على شير اللايف ده. ماشي الناس دخلت اهي. اسماء الله ينور، ربنا يخليك يا رب. خلي بالي انا بس النت بتضعف، ما اديني لو كونكشن ولا. شكرا يا اسماء. بص انا قبل ما اقطع عديت من هنا، قلت اوريلكم بالمره. بس كبر اسماء، ربنا يا رب يخليك، ما يتحرمش منك. والله خايف الموبايل يقع. اسماء يا غاليه والله مش عارف اقول لك ايه، كتر الف خيرك. بص الكوبري ده، ايه اللي ماشي في الارض ده؟ اه وانا خايف. ربنا يا رب يخليكي يا اختي الغاليه اسماء، والله مش عارف اقول لك ايه. بص هنا ميه وهناك ميه، يا رب بس النت ما تقطعش. انا عديت لي عشان شايف في بيت هناك اهو، وفي بيت تاني هنا. يا خبر ابيض، انا خايف. لا انا هبعد عن الكوبري ده، خايف الموبايل يقع في الميه. مفيش النت بتقطع. بص البيت ده، يا خبر ابيض، ضايع ضايع ضايع. يا جماعة اللي عايز يعرف عبده برضو، عشان النهاردة انا مش رايح عنده خالص، بس هو بيقعد في الاماكن اللي زي دي. اثار عيشة برضو يا عيني. حد عايز انتريه، حد بيتجوز وعايز انتريه. انتريه حد عايز بيتجوز، انتري زي الفل اهو. اللي داخله ولا اللي هتكتب الكتاب تقول، انا ممكن احمله لها، هو جيلها في ثانيه. انا يعني انا بعرق في عز واقف في بره في الشارع واعرق. يعني ازاي ده؟ خش البيت ده يا جماعه ولا لا؟ شكله مريب. ليه كده؟ يخرب بيت سنينك. شير اللايف يا جدعان، شير اللايف. كل واحد يضغط 6500 مرة. هو له باب؟ اه باب اهو. معلش انا بقول يا رب ايه. بص بتاع اللي لقيتها صحيح، هوريها لكم. صحيح مكتوب عليها حاجات، مكتوب عليها اكسات واحمد وولاء واكسات واكسات. ده ايه ده يا رب؟
أهم حاجة أنا عمال ألاقي حاجات وعمال أعبي وأدب في الشنطة، أعبي وأدب في الشنطة. أيوة بص البيض غريب الشكل، حطها في الشنطة. الشنطة إيه، هتتملى النهاردة ولا إيه؟ بص متكسر مليون حتة. دي الأماكن فعلا بتعلم عادي، عاملة زي تكون عمل. قال يا جماعة في عروسة عايزة عفش انتريه اهو، او صالون مذهب دهب عيار 25. حد عايز تفت ومصلية كمان وفرشة، يعني حاجة فل. فيك حاجة ولا ايه؟ ايه ده بقى؟ اسماء يا غالية شكرا، الف شكر. طب خلي دي هنا، احنا شكلنا هنسترزق النهارده جامد. والله انا عايز اشيلك يا اخي. استنى ايه ده؟ ايه اللي ورا ده؟ ده احنا هنوضع الانتريه وهتبقى نهارنا عسل. طب خليكوا هنا، ده مش عارف اخش. ايه ده؟ بس بس بس. يا نهارك ابيض، قطه اللي جابك هنا؟ انت غلبانه قاعده هنا بتعملي ايه وبتاكلي ازاي؟ طيب والله لو معايا حاجه تعالي هنا، تعالي. بس 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 بس. ايه اللي قاعد عليه ده؟ يا خبر اسود، انا هوي سولجان. احمدك يا رب اسماء الغاليه، والله العظيم ثلاثة عمر، يعني من النوادر الناس الغلابه في الدعم. انا ما بيجيليش سولجانات والكلام ده، لا بشوفها ولا بستناها، لان عارف ان هي مش بتيجي. ربنا يخليك يا اسماء يا رب، والله يكتر الف خيرك. حاجه تفتح النفس، ادي حاجه. طب ايه بقى، والقطه راحت فين صحيح؟ بس بس بس. دي الله 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 الله، ده احنا في شغل جامد النهارده. طب ايه دي بقى ولا ايه دي؟ لا ادي اونط شبشب. يا خبر اسود، وايه دي؟ ده انا عايز اشيل بتاعته. وراه بلاوي شكله، والله العظيم شكلك وراك بلاوي. ايه ده يا جدعان ده؟ والله انا خايف افتحهم. لو لا معلش بقى استنوا، محتاج اطلع الحامل. معلش هطلع الحامل ثواني. الاقي الشنطه بقت متلخبطه ومليانه بلاوي. ثانيه واحده يا جماعه، احط بس الموبايل ده كده. معلش هو فين الحامل؟ ايوه اهو. ثانية واحدة يا جماعة، معلش أنا آسف. أركب بس الحامل ده كده ويقف على الكشاف كده ثواني. يا ناموس الناموس. لا أصل دول عايزين قعدة بصراحة. يا عم الناموس هتاكلني.
ممكن تقف لنا كده؟ مش على الشجرة ثواني بس. لا كده الموبايل من مشقلب. معلش اصل دي حاجات غريبة الشكل شوية كده. واضحين حلو. لا بس انا مش هقعد على الانتري ده. كده باينة في الصورة. يا لهوي على الناموس يا جدعان. بص يا دي ايه القماش الغريب ده؟ دي واحدة اهو كده انتوا شايفين صح؟ ايوه كده ماشي. ارمي دي. ايه دي بقى؟ شايفين برضو الحاجة دلوقتي؟ مش عارف ايه دي. ثواني كده باينة صح؟ لا يبقى انا هعمل كده احسن عشان تبان. ايه ده؟ بص في الاخر لقيت ايه؟ حد ورانا ولا ايه؟ لا مفيش. بص ايه دي؟ طب استنى بقى بدل الكشاف معايا بتاع اللي بتنور الصغيرة دي عشان كده مش هينفع. ايوه كده ممكن. بس عشان اعرف افتح. يا لهوي على الناموس. يا لهوي ده نفتح بسرعة. اتفتحي. ايه ده؟ طب شريط دواء. ايه الامل شريط دواء؟ ده عمل ده ولا ايه؟ فلوس. يا ده بتاع الملك فاروق. يا لهوي. بص ده. بص ده شريط دواء عامل عليه ايه؟ وفي دي ده اللي عليه صورة الملك فاروق. يا جدعان يا خبر ابيض. وده مش قديم قوي. ده ايه اللي في ايدي دي؟ بص النجمة دي. بص كده. ايه ده؟ اسحار. ده انا هملى الشنطة ولا ايه؟ الملك فاروق. طب حلو. ده النجمة بتنور. والله بتنور. يا رب النت ما تقطعش. طيب حلوة. ارمي ديت هنا. اشيل في الشنطة. انا مش عارف احط في الشنطة ايه ولا ايه. حرام عليك يا عم الناموس. هي دي بقى.
City. Mañana turbo. يا خبر ابيض. ما يصدر من اعراض لازم يكون متودي. اطلب منه مش عارف ايه، ان الله لا يخفي كذا، يعمل كذا، تعويذات برضو ولا سحر ولا عمل ولا ايه مش عارف. ماشي هاخدها اقراها في البيت. ايه ده كل ده؟ كل دي ترابه. يا خبر ابيض، مش عارف ليه بحس كأن في حد ورايا. خد في الشنطة النهاردة، يعني تقريبا تقدر تقول كده، مش هطول للدرجة. تعالي يا ستي. ايه دي بقى؟ في الأرض ولا في السماء ولا السميع العليم، ما تحرمش منك أسماء الله يكتر خيرك. ايه ده يا جدعان ده؟ تملك متنيلع كده والله يا راجل، وجعتني قوي. يا خبر ابيض. ايه دي؟ ده انا لو في مغاره جحا، بس دي بيوت اصلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله. أنا تعبت مش عارف أعمل إيه، أقعد إزاي؟ طب أتنيل أقعد هنا ولا أعمل إيه؟ مش عارف. لا أنا هشوف لي حتة أقعد فيها. تعبت. كده جاي في الصورة. اه جاي. استنى بص، في حد سامع حد. استنى. لا ما فيش حد. انا بطفي الانوار عشان لو جه حد ما يبقاش كشفني. اعطي الكشاف ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة تنفجر منك، بس دي شكلها عليها حاجات. يبقى دي تعويذات وحاجات وشغل. انتوا هتبص ايدي اتعملت ازاي؟ يعني هلعوسوا لي ام ايدي. بص، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا. ايه ده يا رب ده؟ يا خبر ابيض. ايه ده؟ استنى اتلم على نفسي بس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
إيه ده كله ده؟ ده قريبة دي برضو فيها حجم بتاعت دلوقتي على حجم بتاعت زمان. ايه ده؟ ده فلوس غريبة دي مش بتاعتنا. يا بص اللي انا شايف انتوا بتقول يا نهار ابيض الريال بتاع زمان. معرفش واضح ولا لا. بص ده هنا كنوز بسامع صوت حد برضو. استنى يا رب. ده الكويت يا بتاع الكويت ملك الكويت ولا أمير الكويت. بص يا لهوي على الناموس. خلاص أنا مت. ايه ده في حاجة تحت. تحضر سوا 7 ورقات من شجر السدر ولا الصدر ولا اسمه ايه مش عارف. ايه ده؟ ممكن احط الشنطة دي على الارض عشان خلاص انا زهقت. بس كده انا اقلل النور بتاعتي شويه ولا نكتره. طب استنى بقى احنا نقلب اللي هنا هنا. بص ده يا خبر. بص ده من المكة المصرية. يا نهار ابيض. بص ده مليم من بتاع زمان. والله يا ابني انت قليل ادب. ابو مكة انت قليل ادب. ابو مكة 064 بالسلامة عشان تقول ارحم مش عارف دين ابونا. حرام عليك يا اخي يا اخي مش على لايف ولا نيلة. اعمال على فكرة. بص تحت فين. ايه ده يا جدعان ده؟ أعمال. استنى طفي النور حاسس في حد جاي. مفيش أنا مش شايف أنور. بص دي كمان ما تطلعي لنا أنت كده من بعضك. الغسل الوضوء غسل الشق الأيمن مش عارف ايه كده. غسل الشق الأيسر مع وغسل الرأس الغسيل الوضوء. ده بلوى سودا. ايه ده كله ده؟ كل ده في العلبة دي.
أعمال والله العظيم دي أعمال، بس أنا تعبت خلاص. يخرب بيتك، ده أنت بلاعة مش كرتونة. ده حاجة عظيمة جدا. معلش أشيل الحامل ثواني. استنى ثواني يا جماعة بس. بتقولوا ايه بقى؟ يخرب بيت العرق اللي احنا فيه. دي حاجة دي ولا ايه؟ استنى اعمل التليفون صامت. انا بعيد عن عم عبده. النت بتضعف ليه بس؟ ايه ده بقى؟ امال فين القطة اللي كانت هنا؟ بس 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 مش موجودة. ايه دي؟ الورقة الكبيرة فيها كلام كتير مش عارف اقراه دلوقتي. ايه اللي ورا ده؟ مش عارف القطة راحت فين. اي حاجة في الاخر لازم تلاقي قطة. الله 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 الله. استنى بقى. لا ده الناموس كاني خلاص مش قادر. ايه ده كمان؟ استنى علق الشنطة بس. حلو. يا خبر ابيض، فلوس. ايه فلوس؟ أول مرة في حياتي ألاقي فلوس. عمري ما لقيت فلوس في حياتي. النهار أبيض، ده حاجة يعني مش قليلة. طب الورقة دي مكتوب فيها إيه؟ إيه؟ يا عم الناموس، هش بقى الناموس. والله مكتوب فك سحر الفقر. فك سحر الفقر. ده احنا وقعنا على كنز هنا في الحتة دي وحاط ربنا. وايه فك سحر الفقر؟ فك سحر الفقر، فك سحر المال. مش عارف امسك دي ولا دي. اهو فك سحر المال مكتوب هنا. المال، فك سحر المال. وبعد كده مكتوب الله. بعد كده ألف ح سين مش عارف ايه. فك سحر برضو المال. بس ايه ألف ح سين دي؟ مش عارف. حد عامل عمل ولا حد عامل فك سحر؟ ده كويس يعني بيفك سحر فقر. طب استنى. لا ورا فاضية مفيهاش حاجة. لا مفيهاش حاجة. خلاص يا جماعة، جالي الدعم من بابا الله. يا خبر ابيض. طيب ارمي الورقه دي ولا خدها؟ الفلوس طبعا مش هرميها، دي ما فيهاش كلام. ده خبر ابيض، فلوس جديده كمان. ده فيها ميات على خمسينات كده. جبنا حق باقه النت على خمسينات. حاجه حلوه. جوي جوي جوي. ده كده جبرت. أبعدهم في البيت.
يا لهوي على الناموس. الورقة دي يا جماعة اخد الورقة ولا اعمل فيها ايه؟ بس انا عايز اخدها اقراها فعلا. استنى اولع عليها سجارة دي، يا ولع في الانتريه ده وامشي. يا خبر ابيض، اول مرة في حياتي الاقي فلوس، على الله تكونش فلوس مسحورة تولع فيا. خدها، اوعى تاخد حاجة. اي حد هيسيب فلوس اقطع قماش الانتريه، والله هتلاقي فيه بلاوي. بس انا اقسم بالله بقيت مية والناموس كلني. ده انت جيلك يوم فعلا مش هسيبك. في حاجات تحته، حاسس ان في حاجات تحته هتبهدل. وحياة ربنا عرقت مية وايدي اتوسخت قوي. طب ما نبص وراه ده كده نشوف ايه النظام. لكن انا هتبهدلني وبعدين هيطلع فيران، هيطلع بتاع، هيطلع. خليها للايف تاني، انا عارف المكان وحافظه. استنى ايه ده؟ ده باب. بس مفيش حاجة جوه يا جماعة. شيروا اللايف يا جماعة، أنا كده كده هقفل بسرعة يعني، مش هطول عشان مسافر بكرة. مش هدخل الورقة بيتي يعني، هقراها فعلا بره قبل ما أول ما أوصل. المليون تحت الكنبة، يا ريت والله. وأنت بقول لك إيه، أنا هاجي الصبح. طب بس شيروا اللايف، اللايف يعلى شوية. ده احنا، ده أنا خلاص يعني أول مرة أجيب مكان مهجور حلو زي ده. ما فيهوش حاجة، خلاص كان وخلاص. طيب يلا بينا، عدي على الترعة، عدي الناحية التانية لأن عايز هوا. خلاص اتخنقت، البتاع ده يعني مميت. بس ايه ده، اول مرة في حياتي انا خايف يقعوا. حاسس مش هروح بيهم، مش عارف ليه، ان انا الاقي فلوس من دي. استنى امسك الموبايل بقى. اخش واطلع تاني يا جماعة، ان شاء الله يفضل ضعيف. اما بخش واطلع بيزيد. هقفل واشتغل تاني ماشي. وبالمرة مديني كود لو كونكشن. ثواني، اخ يعني هنا في شوية هوا يعني. يلا ادخلوا يا جماعة بسرعة، اللي انا خلاص استويت ناموس. عديت بالمرة الكوبري بدل ما اعدي وانا بتكلم معاكم مش هشوف حاجة. نفس الطريق ده، ايه مصيبة. بعد اذن المودريتور بتقول ايه؟ بلاش ميوت. وانا والله مش بقول الفاظ، يا ريت ما تقولش الفاظ والله، واحنا تحت امرك. بس هاي ما تقولش الفاظ واحنا تحت امرك، بس مش عشان حاجه. في ناس، في بنت داخله، في واحده ست كبيره، في راجل كبير، في كذا، في ناس محترمه داخله مش عايزين نسمعها الفاظ. احنا مش غاويين نعمل ميوت للناس. استنى امسح الكاميرا. واحنا غاويين نعمل ميوت للناس؟ يلا يا جماعة ادخلوا، ده انا اتهريت ناموس النهاردة وحياة ربنا. الطريق ده اللي كنت بجيب العربية،
بشوف حتت مكسرة، بس هنا هوا شوية. ناحية البيت كانت ايه، حر موت، تحس بيت مسكون ولا معمول في ايه معرفش. يلا يا عم نموت. انا بعيد عن عبده يا جماعه، مش ناحيه عبده، بس انا والله العظيم بسمع صوت ورايا. يعني انا بسمع صوط كل شويه، اقف اطفي الكشاف وابص، سامع صوت قدامي بس لا ورا في حد ولا قدامي في حد. استنى اطفي النور كده ابص، بس والله ما في حد، والله مش سامع، بس انا سمعت صوت. شهر اللايف يا جماعه، انا داخل على حته فيها اصوات. ايه قشطه، اهلا اهلا بالضفادع. يا سلام، موسيقى تصويرية عظيمة. واحد بيقول لك انت تاني يا ستي، انت تاني، مش عايزة بلاش. اطلع ترند لو كسبت، مش عايز اكسب خلاص، ولا عايز ترند ولا فارق معايا الترند. مش هنطلع ترند، الترند اللي معاه ناس داعمين اللي هم بيقعدوا ابراج 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 ابراج، هتطلع ترند ساعتها. احنا ماشيين كده يا عم. ماشي، ما انا بظهر بفتش اهو، ببص، انا بسمع كاني في حد معايا او حد ورايا، بس هو ورايا اهو، مفيش اهو اهو اهو، ده الطريق ورايا. أنا تعبت من المشي وحياة ربنا. أنت فين كده؟ سؤال ممنوع الإجابة عنه، غير مصرح ان انا اتكلم. سامع الصوت الشاعري العظيم. يا سلام، زيدوا زيدوا زيدوا. انا مش رايح لعبده، انا بعيد عن عبده خالص. انا النهارده مش هطول، ده انا 10 دقايق وهقفل او ربع ساعه. صوت عظيم عظيم. يا سلام، لا عادي، انا هاجي بالنهار للانتريه ده، بس لو لحقت بكره انا مسافر، لو لحقت، ما لحقتش هجيله بكره، مع انه والله كنت عايز اصوره، بس انا بحب الليل لان بالنهار ممكن يعني عربيه تعدي، مش عارف ايه يعدي، يقول لك انت بتعمل ايه، طب بتدور عليه ليه، مش هيفهم. هقول له انا مثلا بعمل مغامره او بصور، مش هيفهم. وبعدين بيني وبينك حلاوتها بالليل. النت زي الزفت، النت زي الزفت. النت بتقطع يا جماعه والله. انت دلوقتي برضو مديه كونكشن ضعيف، معرفش ايه النظام. الورقه الكبيره مش همشي اقراها هنا، ده انا شايفكم بالعافيه، عمال ابص حواليا وقدام وهنا وهنا. و ده صوت الضفادع يا سيدي. الفلوس هعدها لما اوصل بقى، مش هتفهم، انتوا كل همكم الفلوس. في كوبري هنا عايز اعدي من عنده،
عشان اوصل لطريق الناحية التانية اسهل شوية. بس امبارح كان مش طبيعي تصدق وتأمن بإيه. والمصحف انا نسيت بس امبارح كان فيه ايه، كان ايه هو؟ والله العظيم انا مركز جدا هنا، استنى ما افتكر. بس امبارح وحدة ربنا ما عارف هو فين الكوبري. هو احنا مش بنبس عشان عفاريت يا عم؟ ومين اللي قالك ان احنا عشان عفاريت؟ حلوة دي برضو. كان في كوبري هنا يا رب، راح فين؟ برضو بحس كأن حد ماشي ورايا. امبارح لما عبده لقيناه في الحته المربعه دي وعمال يحضر حاجات ويولع نار ويعمل كده. ايوه والله العظيم ثلاثه وحياه ربنا ما بكذب عليك ونسيت. لا انا الكنبه دي هسيبها، دي لقطه، ده خليها مستخبيه مع نفسها كده واجيلها بكره ان شاء الله. لو عرفت قبل ما اسافر هاجيلها، مفيش يبقى خلاص لما اجي لها المره الجايه احطها في المنهج. هاجي كمان 3 4 ايام. النت بتقطع يا جماعه، حتى دلوقتي مداني كونكشن وحش، معرفش انتوا سامعيني صوت وصوره ولا لا. انتوا سامعيني ولا اقفل تاني؟ سامعيني حد يقول لي سامعيني ولا لا؟ لا في حاجة محسوبة فيك حاجة. الكوبري ده باين. ايوه سامعني. طب خلاص ماشي، انا كنت هقفل واعمل تاني. ايوه الكوبري اهو، كوبري 7/8 اكتوبر. بس يا رب ما فيش حاجة تقع. بس كده اطلع من الطريق دوت. ايه احلى، اخ يعني جماعة تعبت خلاص. 10 دقايق كده واقفل بقى. والله يا عم صاحب الارض مش شايف الكنبة، مفيش ارض هنا اصلا حد صاحبها. الحتت دي مهجورة ومهجورة من زمان. هو على أساس إن صاحب الأرض، هو في صاحب أرض هنا أصلا؟ الحتت دي مهجورة من زمان، ممكن زي كل 10 كيلو ممكن تلاقي لمبة، ده اللي ممكن تلاقيه، غير كده لأ. وبرج الحمام رحنا له امبارح، ده بعيد عن هنا قوي. وين الجني؟ هو انتوا لازم جني؟ مش شرط كل مرة جني، ما تجديد وتغيير. استنى صوت ايه ده؟ هادي الطريق. استنى بس بحس زي ما يكون في حد. بص بس حواليا اشوف ايه عشان لو في حاجة تبين. وياتي بس خرب بيت الناموس. ايه ده؟ ده بيت ده ولا ايه؟ بيت عادي، بيت مهجور. دول عيني اللي قدامه متهلكين من 100 سنة دول، عشان تعرف ان الحتت دي مهجورة فعلا. بص دي مش هتشتغل ولا هتنطق. اللي بيقولك صاحب الارض، وصاحب الارض هتلاقي ديت
وادي واحدة كمان وادي واحدة كمان. تعالي 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 يا عم ما تخافش، بس تعالي. بص الأصوات حاجة شاعرية. أنا بعمل تحسينات، أذكر الله طبعا، بس أنا عامل تحسينات وبأمن نفسي بالحكاية دي، وحصنت نفسي بلا إله إلا الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سامع الصوت الشعري التاني تحفة، بس والله خلاص مت مشي وتعبت وعايز اشرب وعايز كل حاجة. مكان مهجور ايه البرج امبارح يا نهار اسود. عم عبده لما طلع مش اسمه عبده على فكرة، عامل لكم مفاجأة، هجيب لكم ابن عبده، ما اسموش عبده، طلع اسمه عبد الله، بس مش راضي يجي. بيقول لي لا يا عم انت هتصورني وتطلعني وتعملني. تقول والله ما هصورك، انت ممكن البس يا عم حاجة حطها على وشك، يا اما اجيب صوتك بس. في مفاوضات على اساس المرة الجاية مش هدي يتكلم معايا خالص. المرة الجاية بص غاب من هنا وغاب من هنا. مش فاهم، انت ما تقعدوش تتوقعوا خلاص. انا في دبي، دي ارض دي بالذمه والله العظيم، في طنطا بس ما تخليناش نحلف. انا في دبي يا جماعه، بس كفر دبي، مش كفر، مش هنا، مش كفر. ايوه الحاج ما طلعش اسمه عبده، اسمه عبد الله، وهجيب لكم ابنه وهعمل لكم مفاجاه. قلت له بس عايز اعرف منك ابوك ماله. قال لي يا سيدي بحكي لك كل حاجه ومش عارف ايه، بس يعني عايز يا بنت الابل. بص قطه سودا، لا مش اتدفست جوه، طلعت من جنب ايه صاروخ. تعبت والله يا جماعه خلاص. يا عم مش بندور على حاجة، انت تمشى معانا وعجبك خليك كمل معانا، اتفرج معانا وخلاص، مفيش خلاص. يا عم ايه ده، انا هقفل بقى يا جماعة خلاص، تعبت استويت والله العظيم. ثلاثة ماشي، كفاية عليا كده النهاردة والله العظيم. انا بشر مية، مش بدور على عفاريت، في حتت مسكونه بروحها ساعات عادي مفيش مشكله، وفي حتت زي كده بيوت مهجوره بتلاقي فيها حاجات، اي مكان مهجور لازم تلاقي فيه حاجه غريبه. ماشي هقفل عشان عايز معايا حاجه كلها واشرب لي سجاره. بص الناحيه التانيه في بيوت برضو حاجه منوره، بس ايه ده مش عارف ايه ده، حاجة بجيب عليها النور بتنور، بس مش عارف ايه ديت. ممكن اريح شوية. بص ايه ده اللي بينور. ماشي يا جماعة انا هقفل بقى عشان تعبت وحياة ربنا ما قادر اتحرك خطوة. ماشي يلا، ما تنسوش يا جماعة، رجاء رجاء ادخل على صفحتي في التيك توك هتلاقي القناة بتاعتي، دوس على علامة اليوتيوب السودة هتلاقي القناة بتاعتي، يا ريت تتفرج على القناة بعد إذنكم. هتلاقي حاجات مش عارف ايه اللي بينور، في حاجة منورة لي هناك اهي، بص مش كشاف اهي، نقطة كده فوق وتحت اهي، مش عارف دي ايه. هتلاقي حاجات مش عارف ايه اللي بينور، في حاجة منورة لي هناك اهي، بص مش كشاف اهي، نقطة كده فوق وتحت اهي، مش عارف دي ايه. ماشي يا جماعة، والساعة برضه 2:15. لا اله الا الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء، مش عارف ايه ده.
مش باين، ما بعد عنها النور كده باينه. النقطه دي ما هياش قمر، ولا هي كذا ولا هي كذا. كده مش باينه حاجه، كده في حاجه مش عارف. ما انا هجيب لكم ابن عم عبده، اعمل لكم مفاجاه وكارثه. قلت له طب احكي لي ابوك يعني حصل له حاجه، قال لي اه ده قصص طويله وافلام وهيصه ومش عارف ايه وايه. قلت له طب قول لي بس، قال لي خلاص لما ابقى اشوفه. ده انا وصلت له بالعافيه وما كانش راضي يكلمني اصلا. هجيب لكم ابنه، اسمه عبد الله، اسمه عم عبد الله بقى، انسى عم عبده دي، اسمه عم عبد الله. اللايف الجاي على فكره انا هسافر بكره، هرجع كمان 3 ايام كده هعمل لايف ماشي. وقسما بالله انا لو معاك لا ادخل جوه التراب عادي. ما تدخل يا سيدي عادي، انا نفسي بدخل في التراب، وليا فيديو على فكره داخل فيه التراب وقافل عليا كمان يعني، ما تقلقش. مش بس نفسي افهم ايه ده يا اخي. مش هجيب لكم ابن عم عبد الله وهقول لكم ايه النظام، وهخليه يحكي كل حاجه، بس شرط عليا ان انا لما اموت ما صوروش، ما طلعش وشه. قلت له يا عم ماشي، طب عايز اسمع منك القصه ايه، وابوك ده حصل له ايه، وايه اللي عمله كده. وحلف لي 100 يمين اقول له ده ابوك فعلا، يقول لي اه. طب انتوا سايبينه وعاملينه؟ قال لي يا عم لما اشوفك هبقى اقول لك. هجيب ابنه والله، هجيب ابنه ان شاء الله باذن الله، هتبقى يعني مفاجاه مفاجاه يعني. وتقدر تقول لما يعني شفته اول مره واحد قال لي عليه شبهه، وفي شبه منه بس يعني قبل الحادثه، قبل ما عبد الله يحصل له الحاجات دي. اللي بيمتحن تالتة ثانوي يا رب ينجحك ان شاء الله. ماشي ماشي يا جماعة، يلا البس بيقطع، ما النت عمال تديني ضعيفة والله. خلاص انا هقفل يا جماعة، هقفل على منظر النور ده بالمرة. يلا لا اله الا الله. ما تنسوش تدخلوا على صفحتي في التيك توك، وهتلاقي علامة اليوتيوب السوداء، خش على القناة اتفرج، هتلاقي فيديوهات هتعجبك حقيقي والله بجد، هتعجبك جدا. ما البث بيقطع عشان الحتة صعبة جدا ومنيلة بنيلة. ده مش بيت وحياة ربنا ولا لمبة، بص اهو دي مش لمبة، وفي لمبة قد النمنومة والله العظيم ما لمبة، انا بحلف بالعظيم ما لمبة. ده بيت مهجور بس من سنين يعني، شكله مكسر وبابه مكسر اهو، قديم جدا محدش يسكن فيه اصلا، هيحط لمبه ليه؟ ماشي يا جماعه، انا بحس في صوت حد، بس سامع صوت كلب. ده صوت كلب او صوت يعني، سامع صوت كانه موتوسيكل من بعيد حاجه كده. يلا يا جماعه لا اله الا الله محمد رسول الله بالنيابه عنكم. كمان يومين ثلاثه هنزل لكم عاد البث الجاي وهقول لكم، بس يا ريت تدخلوا على القناه بعد اذنكم، وادخلوا على صفحتي في التيك توك هتلاقي القناه علامة اليوتيوب السوداء، دوس عليها تدخلك القناة. ادعوا لنا نوصل بالسلامة يا رب بس. ماشي، ولو في حاجة في السكة بتقابلني بفتح تاني على فكرة. يلا سلام.